اليوم رانا مبرمجين خرجه ميدانيه لمراقبه مؤسسات المصنفه. العمال على موش دايرين بافات؟ هما ما يعرفوش يديروا. هذيك ما هو التنظيف واش غاديرها تستعملها تولي ساسو؟ هذه ما عرفتش قلبك انت كاش تلقى هذيك طرحه تاع الشامبون ومن بعد تروح اليمونتير. واش راح تروح؟ هذيك كيف راكم تصرفوا فيها؟ كيتريسكلو وبعد يبقاو الناتج تاعهم وين يروح؟ في الفرق بين النفايات الخاصة الخطيرة والنفايات الأخرى. هنا عندك مخالفة وهي إهمال النفايات الخاصة الخطيرة. شوف الحالة الكارثية. راكم تمارسوا هذا النشاط دون حصولكم على رخصة استغلال مؤسسة مصنفة.